أهلا بكم في نشرة الثقافية. افتتح صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر معرض البحرين السنوي 40 للفنون التشكيلية في متحف البحرين الوطني، وذلك بحضور معالي وزيرة الثقافة الشيخة مي بنت محمد آل خليفة وعدد من كبار المسؤولين والفنانين والمثقفين والمهتمين بالحركة التشكيلية البحرينية. وقد قام سموه بجولة في أروقة المعرض اطلع خلالها على الأعمال الفنية المشاركة من داخل مملكة البحرين وخارجها. وأكد سموه أن الفنان التشكيلي البحريني استطاع بإبداعاته ورؤاه أن يضع أسس مدرسة فنية متميزة ترتكز في مضمونها ومعانيها على إرث إنساني خصب ونبض حضاري ممتد على مر تاريخ البحرين العريق. كما نوه سموه أن الذكرى 40 لانطلاقة معرض البحرين للفنون التشكيلية ومرور 3 عقود على تأسيس جمعية البحرين للفنون التشكيلية مناسبتين تعكسان أهمية هذه الفنون كلغة مشتركة تخاطب العالم. من جانبها توجهت معالي الشيخة مي بنت محمد آل خليفة بعميق الشكر والامتنان إلى صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر لرعايته المعرض منذ بداياته الأولى، مؤكدة أن هذه اللفتة الإنسانية تحيط بالفنانين بالاهتمام وتدل على أن الوطن يستوعب أعمالهم ونتاجاتهم ويضيف إبداعاتهم إلى منجزاته وحضارته. هذه المناسبة العزيزة وهذا التقدير الكبير من صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان، مجيئه كل عام لنا، تشجيعه الفنانين، رصده الحركة التشكيلية في البحرين، تشجيعه لكل اسم ومسيرته وما قدم وما أنجز، كل هذا دليل على أن حكومة البحرين، توجه مملكة البحرين يضع في المقام الأول الثقافة والفنون كوسيلة حضارية ترتقي بها الشعوب. نحن نراهن على الثقافة وبالثقافة نصل إلى أعلى المراتب في العالم. تنوعت الأعمال الفنية في معرض البحرين السنوي للفنون التشكيلية 40. هذه الأعمال التي من الممكن أن تبدو لغير الفنانين عشوائية أو غير مفهومة تحمل رسائل عميقة وتتبع قواعد فنية عالمية. المزيد عن أعمال المعرض في تقرير الزميل ضرار محمد. انطلق معرض البحرين السنوي للفنون التشكيلية 40 برعاية سامية من صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، وانقسم محتوى المعرض ما بين لوحات فنية تشكيلية وأعمال نحت وتركيب قدمها فنانون بحرينيون وأعمال فنية مقدمة من جمعية البحرين للفنون التشكيلية التي تحتفل بمرور 30 عاما على تأسيسها. المعرض السنوي هذا العام معرض فريد ومتميز كونه مرور 40 عام على يعني بدايته، وكذلك 30 عام على تأسيس جمعية البحرين في الفنون التشكيلية، ففي معرض واحد بس في مناسبتين. الأعمال المقدمة في المعرض تبدو لوهلة عشوائية التنفيذ، لكنها في الواقع أعمال نفذت بتنظيم كبير وتحمل رسائل متعددة وتتبع خطوط المدارس العالمية في فن التشكيل. فبعض الفنانين اتبع خط المدرسة التجريدية التي تحول المناظر العادية إلى أشكال هندسية بهدف البحث عن جوهر الأشياء، والبعض الآخر قرر إيصال رسالته باتباع المدرسة الواقعية التي تعالج الواقع برسم الواقع كما يبدو للناظر. كما ظهرت بين الأعمال لوحات تشكيلية اتبعت مدرسة الرسم السريالي، أي ما فوق الواقع، بهدف البعد عن الحقيقة وإطلاق الخيال إلى أبعد الحدود.